إذن انتهت رواية أبطال جلبوع نهاية لم يكن يتمناها الفلسطينيون ومن ورائهم العرب، نهاية هزت أسطورة السجون الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت علق عقب اعتقال آخر فارين من سجن جلبوع بأنه يود طي صفحة فرار الأسرى الستة، مشيرا إلى أن ما تعطل بسبب العملية يمكن إصلاحه. هذا وقالت حركة حماس إن عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع ستبقى دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مؤكدة على أن الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم سيوضعون على رأس صفقة تبادل مقبلة مع إسرائيل. بعد أن ذاق طعم الحرية 13 يوما، ها هي صفة الأسير تعاود لزوم أيهم تممجي ومناضل فيعات. في أحد منازل الحي الشرقي بمدينة جنين، تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد من إلقاء القبض على آخر اثنين من الفارين الستة من سجن جلبوع، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجودهم هناك. نفذت عملية الاعتقال وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة الخاصة، وقد أكد شهود عيان اندلاع اشتباكات محدودة وخفيفة بين قوات الاحتلال ومسلحين فلسطينيين قبل عملية الدهم، فيما قال والد أيهم كممجي لوسائل إعلام إن نجله أكد له قبل الاعتقال أنه وانفعات سيسلمان نفسيهما دون مقاومة، وذلك حماية لسكان المبنى الذي يتحصنان فيه بعد التهديد بنسفه. قوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت تنفيذ عملية تمويه قبل إلقاء القبض على كممجي وانفعات، وقالت إنهما نقلا بعد اعتقالهما لمركز تابع للشباك للتحقيق معهما قبل نقلهما لعزل منفرد. عقب الاعتقال اندلعت احتجاجات في المنطقة تخللها إطلاق نار وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة على القوة الإسرائيلية التي شاركت في العملية. ومعنا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أهلا وسهلا بك معنا. ما الذي حققه الأسرى بتحرير أنفسهم من قيود الاحتلال؟ يعني أولا تحية لهم ولكل الأسرى الفلسطينيين والأسيرات داخل أسوار الاعتقال. يعني ما حققوه يعجز عن تحقيقه الجيوش، خلينا نقول بالنسبة لإسرائيل. الإسرائيليين اعتبروا هذه خرق أمني وعسكري وتكنولوجي فاضح، وسيدرس ذلك للأجيال القادمة بالنسبة للفلسطينيين والعرب. أما بالنسبة لإسرائيل سيدرس حسب ما ذكر أحد جنرالاتهم، يدرس كفشل واستخباري وأمني فظيع بالنسبة لهم، يعني للمستقبل. اللي حققوه كان كثير مهم جدا، رفع ملف الأسرى والقضية الفلسطينية إلى السطح، والكل يتداول في هذا الموضوع في أوروبا، في أمريكا، في كل المناطق في الدول العربية، في كل المناطق. يعني الكل ملتف حول ملف الأسرى، خاصة وأنه لدينا الآن 92 أسير أمضوا في المعتقل أكثر من 20 عام، منهم تجاوز 40 عام و35 و38. يعني لا يعقل أن يبقى هؤلاء الأسرى في السجون مدى الحياة. كل العالم المؤبد محدود، يعني أكثرها 25 عام إلا بفلسطين لدى إسرائيل. المؤبد للعسكريين الأمنيين يحدد بمدى الحياة، لدى الصليب الأحمر يكتب 99 عام، يعني مدى الحياة. لا يعقل أن هؤلاء الأسرى يبقوا بسجون خاصة، وأنه اللي قام في العملية في قسم منه اللي هو منفذ العملية 25، بدأ في 26 عام وهو أهو داخل المعتقل. ما حدش بيقدر يمنع أي أسير بالتفكير في الخروج من المعتقل بأي طريقة كانت، وهذا بنص عليه حتى القوانين، إنه المعتقل إذا هرب أو الأسير إذا هرب أعيد اعتقاله لا يحاكم ولا يسأل.
حتى الفترة اللي بده يمضيها حتى لو كانت 10 سنوات تحسب من فترة حكمه. لكن الإسرائيليين طبعا هم دولة لها قانونها لحالها وهي خارج عن إطار القانون الدولي وهي فوق القانون. هل هناك أي سيناريوهات متوقعة الآن؟ حول الأسرى أولا الأربعة تم تحويلهم، حول الأسرى، حول القوى السياسية، أيضا حول الحركة الأسيرة، ما الذي بإمكانها أن تفعله؟ الحركة الأسيرة يعني بعد فرار هؤلاء الأخوة قامت إدارة السجون بقمع السجون بالكامل، أن 22 معتقل داخل الخط الأخضر قاموا باقتحام السجون، ضربهم، تنكيل فيهم، رشهم بالغاز، وكذلك الأمر سحبوا كل ما أنجز داخل السجون خلال 10 سنوات الماضية. حل الأسرى في الأسبوع الفائت كانوا محددين إضراب عن الطعام المفتوح في يوم الجمعة، ويلي يوم الثلاثاء انضمام كل الأسرى للإضراب، لكن قامت إدارة السجون بالتفاوض مع الأسرى وكان على رأسهم وزير الأمن الداخلي، وتوصلوا إلى اتفاق أن يعيدوا الأوضاع كما كانت عليه قبل 5/9 قبل عملية الفرار ويتم تعليق الإضراب، وهذا ما تم. لكن يبدو أنه إدارة السجون بدأت تتراجع، لأنه قسم كبير أو كل أعضاء الجهاد الإسلامي اللي تم توزيعهم على السجون ووضعهم بالزلازل ما زالوا لم يعيدوهم، رغم أنه في هناك تعهدات بإعادتهم بعد فترة العيد. إذا لم يعيدوهم إلى أقسامهم وإلى الغرف اللي هم فيها، ممكن الحركة الأسيرة تجدد تهديدها بالإضراب ونفذه. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.